بارك الله شكرا فينا وفيك شكرا. الله. انا لا ادري الوقت كم بقى فيه، بس عموما نرد على بعض الاسئله. طبعا كان اول اتصال من اخ، ربنا يبارك فيه يا رب، شويه كان خاص بموضوع الضعف الجنسي عموما وعدم القدره على الجماع، ودي من الامور اللي انتشر النار الفلاشين في هذا الزمان للاسف الشديد، بسبب الاطعمه الملوثه وبسبب الهواء الفاسد وبسبب الادويه وبسبب حاجات كتيره جدا، وبسبب انتشار الفضائيات الفاشله وبسبب العادات السيئه زي العاده السريه اللي احنا ذكرناها قبل ذلك وذكرنا خطورتها واشياء كتير جدا، وبسبب الاطعمه والاشربه والضغط النفسي والفلوس وكل حاجه. طبعا هقول وصفه جميله جدا دلوقتي، موضوع مهم جدا، ممكن انا دلوقتي هقول له كام وصفه. احنا كنا ذكرنا الحلقه اللي فاتت من كام حلقه كده كام وصفه، فانا هذكر دلوقتي وصفه هي وصفه حسن المصري. هي 50 جرام جينسنج، 25 جرام زنجبيل، 25 جرام حبوب لقاح، 25 جرام غذاء ملكات النحل، 50 جرام بروبليز، 10 جرام عود قرح. انا هقول وصفه كامله ممكن تساعد اي واحد بفضل الله عز وجل في هذه المشكله، اي مشكله خاصه بالموضوع دوت هنقولها دلوقتي بفضل الله عز وجل. يا ريت الناس بس جاهزه ورقه وقلم، وان شاء الله يعني هي مفيده جدا جدا بفضل الله عز وجل. الوصفه هي طويله شويه، هي 10 جرام عرق ذهب، 10 جرام عرق جناح، 10 جرام بهمن احمر. طبعا ناس مش راح تكتب للاسف. استاذ يحيى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي الحبيب. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بقول لحضرتك انا عندي المدام عندها التصاقات في الرحم وعملت كده عمليه، وبعدين عايز نعرف الحاجات ديت ليها عندها ايه؟ عندها ايه؟ ليها علاج ولا ايه؟ سامحني بس اسمها عندها ايه يا اخي؟ التصاقات في الرحم. التصاقات في الرحم، حاضر. سنها كام سنه؟ ماشي. وعملنا عمليه التصاقات ديت، رجع الثاني لما كشفنا ثاني جاله برضه عندها التصاقات. سنها كام سنه؟ 33 سنة. أبشر. أستاذ محمد السلام عليكم. أستاذ محمد من بحيرة السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا كثيرا. محمد صبري من البحيرة. يا مرحبا يا أستاذ محمد، اتفضل. ابني عنده 35 28 سنة. مين؟ قول تاني معذرة. تساقط الشعر. تساقط الشعر، هقول لحضرتك إن شاء الله بإذن الله هي جاهزة معانا برضه إن شاء الله. إن شاء الله. يا ريت الوقت بقى فيه قد إيه يا شباب، الله يكرمكم. طيب خلاص نمنع الاتصالات يا جماعه، حتى اللي حابب يتصل ممكن ياخد الرقم بس. المشكله اللي الاخ اتكلم عنها ودي مشكله كبيره جدا، ممكن حد من الاخوه كلمني النهارده ان زوجته خلاص يعني طلبت الطلاق بسبب الموضوع دوت. فالموضوع انتشر، فيعني احنا اولى الناس كملتزمين وكاهل سنه ان يعني احنا ندافع عن هذه المشكله الكبيره، لان الانسان اذا يعني المشكله دي قابلت اي ملتزم او اي صاحب عمل او عالم من علماء بتنكد عليه وبتجعل يعني تعكر صفه وبتندو جدا وبتخاته كلها جدا جدا. نسال الله السلامه منها والعافيه رب، اللهم امين. يعني الموضوع انتشر جدا بسبب كثره الاسئله في هذا الموضوع، يعني ناس كتير جدا جدا تسال في هذا الموضوع. فانا اقول وصفه عامه لكل امراض الجهاز التناسلي، ويا ريت الناس كلها تجهز ورقه وقلم، اللي حتى ما عندوش المشكله يكتبها لغيره. يعني الوصفه هي 10 جرام عرق ذهب، ان شاء الله هخصص حلقه كامله، 10 جرام عرق ذهب، 10 جرام عرق جناح، 10 جرام بهمن احمر، 25 جرام طلع نخيل، 10 جرام جينسنج احمر، 10 جرام لبان ذكر، 50 جرام شرش زلوع، 10 جرام زنجبيل، 10 جرام خلنجان، 10 جرام قرفس، 25 جرام بسباسه، 25 جرام قرفه اندونيسي، 25 جرام بذر بصل، 25 جرام بذر لفت، 10 جرام دار صيني، 15 جرام حب رشاد، 15 جرام بذر كتان، 25 جرام ايكر. طبعا الناس مش قادره تكتب ممكن الموبايل دلوقتي عاد وسيله سهله جدا في ان انت توصل ان انت تصور الحلقه او تصور الكلمات وممكن تسجلها وخلاص يبقى افضل يعني. واللي ما يعرفش يوصل للوصفه ممكن يخش على النت ويكتب حسن البنا المصري هيلاقي الوصفات كلها ان شاء الله. يعني تخش على النت وتكتب حسن البنا المصري هتلاقي الوصفات كلها ان شاء الله. 10 جرام مره ثانيه الناس اللي عاوزه تسجل، 10 جرام عرق دهب، 10 جرام عرق جناح، 10 جرام بهمن احمر، 25 جرام طلع نخيل، 10 جرام جينسنج احمر، 10 جرام لبان ذكر، 25 جرام شرش زلوع، 10 جرام زنجبيل، 10 جرام خلنجان، 10 جرام قرفس، 25 جرام بسباسة،
25 جرام قرفة اندونيسي، 25 جرام بزري بصل، 25 جرام ليفت، 15 جرام 25 جرام دار صيني، 15 جرام حب الرشاد، 15 جرام بزري كتان، 25 جرام ايكر. الوصفة دي كلها ممتازة جدا لأي مرض، حتى الناس اللي بيتحسن جدا، يعني كما قلت انها يعني تعيد العجوز الى زمن الصبا مرة اخرى. الوصفة دي بنجيبها معلقة على نطحنها كلها على بعضها، وناخد معلقة على كوباية مية ونغليها كويس، نحلها نسفها، ممكن نسفها او ممكن نغليها، بنغلي معلقة على كوباية مية ونحلها بعسل نحل ونشرب منها مرة على الريق. بفضل الله عز وجل نافعة جدا جدا، حتى لو واحد عنده بروستاتا عنده اي مشاكل في الجهاز التناسلي بتحسن جدا ان شاء الله عز وجل. الاتصال اللي موجوده مع اللي انا اقدر الناس ارد عليها النهارده ورا من الليف ان شاء الله، يبقى الحلقه الجايه. ويرسل احمد يقول لنا الحلقه الجايه امتى ان شاء الله، وممكن تعرفوا خلال القناه، تتابعوا القناه لغايه لما تعرفوا